تونس ضامنة لحقوق النساء؟ مسار ضمان تونس لحقوق النساء مازال متواصل. نحكيو على مسار، موش في ليلة ونهار باش نحكيو على حقوق مضمونة، وهذا اللي نراه في عديد المناسبات. يعني الضمان فيه الحماية، هو ليس مجرد وضع أطر وقوانين وبالتالي ما تطبقش في الواقع. هذا شوف الدولة شنو عملت للنساء اللي هما عاملات في القطاع الفلاحي اليوم، النساء اللي هي قاعدة تموت في شاحنات الموت. ما تشوفش اليوم انه من التجاني انه نحملوا المسؤولية للدولة اللي هي الوحيدة القادرة على القضاء على العنف ضد المرأة؟ إذا كان ما تتبناش تغيير البرامج التعليمية اللي تقضي على اللي تروج في الصورة النمطية للمرأة، أكيد ما نجموا نلوموا لنا كان على الدولة. في 2023 اليوم مازلنا نحكيو على نساء يتوفاو جراء غياب طاقم طبي للتوليد في عديد الجهات. شو عملت الدولة لنسى هذا؟ نتصور في بلدان العالم كل موجود المشاكل هذه.